شكرا. وليدات سيا ناشطين فرحانين شطحتوا اليوم بزاف، ولكن بغيت واحد التحيه للسي عبد اللطيف الناني والاوركيست ديالو، لان تحيه لجميع الامهات المغربيات لان حاضره معنا الام ديالو هنا. يلا سلام سلام برافو عليكم، برافو برافو. ديف ولاد سيا الحيحة اليوم حتى الصباح، جمهور مدينة سلا جمهور فنان وذواق وتحب الفنانين، فتحية لجميع الفنانين اللي حاضرين معنا اليوم. سرقاكنا تفيقة حارة لعبد الضيف فناني واوركستر فناني. أزغرت واحد السيدة بغات تزغرت أجي لنا، يلا غنديروا ليها واحد الصلاة والسلام باش دير لنا تغريدة فعلى تركة. يلا صلاة وسلام على رسول الله إلى جينا جا سيدنا محمد. الله معاه زغريتات غتصيروا معنا اليوم حتى الصباح من عسيج. غنبقاو ناشطين اليوم غير الشباب ديال سلا. بناني بغا يقول لكم واحد الكلمه. في الحقيقه انا اكثر من فرحان معكم، لان الحمد لله الجمهور ذواق كيحس بالاغنيه وكيحس بالفنان وكيحترم الفنان، هذا شيء كبير. كندوزو بكل صدق حنا مغاربه ما نافقوا شي المغاربه بعضياتنا، حرام عليا الفرق ان نافق شي حد. كندوزو في بعض المناطق اللي في حقه ما كنلقاوش الجمهور بهذا الاقدام، ماشي المحبه ولكن الانضباط والاحترام وهذا النظام اللي الحمد لله اللي كنشوفوه شي كبير. برافو عليكم، برافو برافو سلاويين، برافو المغاربه اللي حاضرين معنا اليوم كاملين. وما ننساش فاذا كان نجاح عبد اللطيف بناني في هذه الليله كان مزيان، فما ننساش بفضل اوركسترا عبد اللطيف بناني المجموعه اللي في حقها ادات الواجب. كنت كنتمنى شي حاجه والحمد لله عطاو اكثر من اللي كنت كنتمنى، وشكرا لكم ولهم وللجميع.